أقامت سفارة الإمارات بالقاهرة احتفالا بمناسبة العيد الوطني 51 تحت رعاية سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي، وبمشاركة سفراء الدول العربية والأجنبية وعدد من الشخصيات العامة وبعض من الجالية الإماراتية بمصر. وانطلق الاحتفال تحت شعار روح الاتحاد، حيث شمل الاحتفال عرضا لرقصة من الفولكلور الإماراتي وعزفا للنشيد الوطني المصري والإماراتي. ما في كلمة تعبر عن مدى فرحتنا وفخرنا أن احنا نحتفل باليوم الوطني الإماراتي عيد الاتحاد 51 من أرض الكنانة، من مصر الشامخة كالأهرامات المعطاءة كنيلها. احنا سعيدين جدا بهذا الأمر، واحنا ما يعني العلاقات الإماراتية المصرية هي تعتبر في قمة ذروتها تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا أمر إحنا نراه من خلال حضور عدد كبير من معالي الوزراء اللي أسعدوني بمشاركتهم معنا في هذا الحفل. الإمارات هي التجربة بتاعتها تجربة وحدوية، تجربة فريدة في العالم العربي. كان فيه تجارب كثيرة جدا تعثرت، من التجارب القليلة جدا جدا هي تجربة الإمارات. اتحاد نجح وترسخ به الدولة يعني في محورية في المنطقة العربية، فبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين ومزيد من التماسك والازدهار والقوة والعلاقات المصرية الإماراتية المتميزة. اليوم نحتفل في عيد دولة الإمارات، نهدي تحيتنا لجميع القائمين على قيام دولة الإمارات على رأسهم سيدي الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وأعضاء المجلس الأعلى كلهم. وبصراحة احتفال اليوم من هنا من أرض الكنانة مصر أم الدنيا. أولا كل عام أنتم بخير، كل عام شيوخنا بخير وصحة وسلامة، كل عام ومصر معانا دائما بخير وصحة وسلامة. طبعا يوم مميز عيد الاتحاد، الله يرحم زايد والله يحفظ شيوخنا إن شاء الله، وإن شاء الله الإمارات بتقدم دائم بإذن الله مع مصر. اليوم أهني الشعب الإماراتي على عيد الوطني 51، وحفلة حلوة ما شاء الله وتنظيم رائع واحتفالات يعني، والإخوان المصريين ما قصروا ما شاء الله ويانا، والإماراتي مصري والمصري إماراتي يعني.